اهلا بكم مشاهدينا الكرام، نعود للتواصل معكم، وكما تفضلت انسام احنا وصلنا لفقره معا نرتقي. سعيدين جدا ان نستضيف معنا استاذ عثمان المصري. صباح الخير عليك، والحديث يطول عن النجاح في حد ذاته. بسم الله، مرحبتين بكم وبكل السادة المستمعين والمشاهدين. فحقيقة النجاح موضوع طويل جدا جدا، وكان محط يعني انظار واهتمام كل البشرية، لأنه كل زول في الدنيا دي عايز ينجح. دراسات كثيرة جدا جدا جات عن النجاح، فبعض العلماء طلعوا ببعض الدراسات وسموها نمزجة، جابوا ناس ناجحين، ومن الناس الناجحين دير طلعوا بعض الصفات. بيجي النجاح ذاته قسم لاثنين، في نجاح بيجي حق الزول يعني صفات الزول الناجح، في صفات لعملية النجاح في نفسها. فنحن الاثنين مفروض نخششهم مع بعض، وهي كونها عشان تبقى استراتيجية معناتها أنا ما دار أخش في تعقيد تعريف الاستراتيجية، هي أنظمة تشتغل مع بعض يعني تشتغل مع بعض عشان تديني نتيجة. طيب نحن الليلة بيصددوا إنه نحن عايزين ننجح، لو تكلم عن عملية النجاح مزول الناجح، النجاح لو دار تبقى ناجح أول حاجة أي إنسان يعمل اي شيء باستراتيجيه، بتشرب القهوه باستراتيجيه معينه، طريقه معينه بتشرب بها القهوه، حتى التذوق ليها بيكون بطريقه معينه عشان تتكيف. لو شربت غير كده لا، في كوبايه معينه اذا غيروها ليها ما حتكون مبسوطه جدا بالقهوه. لو اضافوا سكر انا شخصيا لو اديتني قهوه بلا سكر ما حتكون مكيفه كده، خلاص طلع بر المود. فاذا في استراتيجيه لكل حاجه، فاذا النجاح برضو عنده استراتيجيه، وتحدثوا عنه كثير جدا جدا. والان انا هقول اي زول عنده استراتيجيه، انا الان هتكلم عن اعمده في استراتيجيه، نقول دي حاجه شامله ليها. فنحن دايرين نتكلم بصفه عامه عن الهدف مثلا، لكن ما الهدف بالطريقه اي زول يتكلم عن الهدف، فدايرين الهدف بمنظور جديد. ده نجيب في الهدف. طيب كلكم قريتوا كتب عن الهدف وتسمعتوا عن الهدف وكذا، لكن هتكلم عن الهدف كواحد من اعمده الاستراتيجيه. دارين نعرف قوة الملاحظة، ونسمي نسميه إرهاف الحواس، قوة الملاحظة ونديها حقها وعلاقتها بالاستراتيجية اللي احنا فيها. وعايزين نتكلم عن المرونة، يعني انت تلاحظ ماشي صح ولا غلط لازم تكون مرن. عايزين نتكلم برضو دي واحدة من الأعمدة. العمود الرابع والمهم جدا جدا الإيمان، أنتم من بما تعملوا. وأخيرا العمل. دارين نتطرق للحياة دي كلهم مع بعض يعمل الاستراتيجية. يبقى الحاجات الخمسة اللي انت ذكرتها دي كلها تحت منظومة الاستراتيجية النجاح. بالضبط. لكن احنا اذا جينا رجعنا للنجاح ذاته بنلقى زي ما انت بديت قبيل بالهدف. نعم. اي انسان عنده خطط معينة، اذا كانت خطة شبه قصيرة وقصيرة ومستقبلية حسب ما هو بيرى، عنده لها خطة معينة، فالخطة دي احنا ممكن نسميها استراتيجية ذات نفسها. بالضبط كده، الخطة ذاتها استراتيجية. جميل. بس احنا هنا مجملين لازم كده، هي خطة للنجاح، هي استراتيجية للنجاح وصل لنفس الحاجة. جميل. إذا أنا وصلت للمعلومة الخطة ذاتها قد تتكون ما من خطة واحدة، ما الخطة دي تكون مرات تكون اتجاه واحد عشان يوصلك لحتة معينة بعديها. وهل الاستراتيجية هي مجموعة خطط ما خطة واحدة، لكن لو ده سميها خطة واحدة أوكي، هي مجموعة خطط توصلك للنجاح. طيب فإذا مهم جدا إنه أنت الضبابية اللي تكلمنا عنها الحلقة قبل السبت قبل الفاتت، السبت قبل الفات، هي سبب عدم وجود أهداف حقيقية في حياتنا. طيب التخطيط بذاته بيتم كيف؟ يعني الناس بتختلف، يعني في شخص مثلا بيخطط لحياته بالتفكير شفاهة، وفي شخص لا بيجيب ورقة وقلم بيقعد كأنه مثلا داير مقبل على انه امتحان. يعني ابتداء من التخطيط ممكن للتسوق بتلاقي انه مثلا في ناس ما بيمشوا، في واحد بيقول لك والله يا اخي انا عارف نفسي عايش، لكن في واحد لا بيجيب ورقه وقلم بيكتب كل احتياجاته. فالتخطيط من شخص لاخر بيختلف تماما. هل في استراتيجية او في خطوط محدده احنا المفروض نتبعها لتخطيط اهدافنا عشان نصل للنجاح؟ يبقى كلام بينك وبين نفسك، يبقى كلام بينك وبين نفسك ما شاف الواقع. طيب ابتدي الواقع، كل ما تبتدي في الواقع بدري كل ما تحقيقك للنتائج كان ابدل. فإذا أنت كتبت ما كتبت عبارة عن حاجات أهواء تمنيات رغبات، لكن اللحظة كتبت الكلام ده في ورقة جبت ورقة وقلم، واحد من أهم مقومات الهدف. أنا ما كنت أتكلم عن الهدف الجيد يكون كيف، هدف الجيد لازم يكون مكتوب. حاجة ما مكتوبة دي حاجة كلام ساكت.
دراسة كلام ذكر كثير جدا، دراسة في أمريكا سنة 70 لقوا الناس اللي عندهم أهداف مكتوبة 3%، في ناس تانيين ما مكتوبة، ما عندهم أهداف مكتوبة، في ناس ما عندهم أهداف. بعد 20 سنة جاملوا دراسة على نفس الفئة لقوا إنه 3% كانوا كاتبين أهدافهم يمتلكوا 97% من أموال المجموعة، من ثروة المجموعة. فإذا مهم جدا حقق نجاح عالي جدا إنك أنت تكتب، انك انت تخطط بورقه وقلم، انك تفكر اصلا بورقه وقلم. في ناس طبعا التفكير اللي عندهم يعني يموت ولا يفكروا، والله حقيقه انا اموت ولا اكتب، بس كل اللي كده افكر في راسي وانفذ خططي وحاجاتي كلها مع نفسي. اي تفكير يعني حاجه عميله بينك وبين نفسك فده ما تفكير، ده ما تفكير السليم. التفكير ذاتي مع نفسك انك تجيب ورقه وقلم، يكون عندك حاجه دار تعملها وتشوف دار تصل لها كيف. نقطة دي ممكن توصلنا لإرهاف الحواس اللي أنت تكلمت عنه، علاقة الحواس بالنجاح وبالاستراتيجية. خلاص انتهينا من قصة الهدف. أها. هدف دي جماعة لسه الناس قاعدين ياخدوه مأخذ بتاع كتب. ناس كثيرة عندهم أهداف كتبوا أهدافهم لكن ما وصل لحاجة. ليه؟ لأنه الهدف ذاته فيه إشكالية. ما أنا الآن لو أنا عايز أعمل هدف، أنا عندي هدف، أنت عندك هدف، في عندها هدف، مش كده؟ هدفها قديش يعني أنت دار تجيب قروش؟ في زول ما داير قروش؟ لا طبعا. دار تجيب قروش، القروش اللي أنت دار تجيبها دي لازم تكون يا تقدم خدمة يا تقدم منتج، مش كده؟ صح. إذا لازم ترتبط بحاجة سامية. يعني شنو؟ دار تقدم خدمة. أنا يا أخي والله في مجموعة من الناس في فئة من معينة، هذه الفئة عندها مشكلة، أصلاً لو ما عندها مشكلة ما حيشتروا المنتج بتاعك ولا حيقبلوا للخدمة بتاعك. هل نحن قاعد نفكر بالطريقة دي؟ نحن قاعد نفكر إنه أنا داير قروش وأسعى بكل الطرق أربط نفس السعي بتاعك ده بحاجة سامية، قول الفئة دي تستاهل إنها تعيش حياة جميلة. أنا كيف أقدم لها الحياة الجميلة دي بحيث هي تستمتع بالحياة وأنا أستمتع بتقديمي للخدمة دي لهم؟ نعم. يكون كده عملت حاجة سامية جدا جدا. فإذا في فئة معينة عندها إشكالية، مش كده؟ لو ما عندها إشكالية ما حتبيع منتجك ولا حتقدم خدمتك ولا حتجيب قروش. فإذا أنت لازم تعرف إنه داير تفيد شخص آخر وأنت تستفيد في نفسك. يبقى هدفي ده ذاته أنا المفروض أدرسه دراسة لازم. وأعرف إنه أنا الغرض منه شنو، المفروض أعرض على شخص مختص عشان ما أحس إنه الحياة دي. يا ريت الناس يعني أنا في ناس بيقولوا لي يقول لي يا أخي نحن استشاروا استشارة في موضوع بتاع النجاح أو بتاع الثراء. أصل الاستشارة دي ما بقروش ذاتها، أصل ده ما هدفه، ده نوع من يركز على الثراء. يا إنسان ركز على الثراء. حقيقة نحن الآن اللي بنقول فوق ده، فإذا أنت دار تبقى عندك قروش اتبع خطواتنا اللي نحن نقول فيها. إذا الخطوة الأولى أعرف فيها، أعرف ما الشيء اللي بيعذب الفئة دي شنو. عشان أنت دار تنقل الفئة دي من حتة بتعذبها لحتة تانية جميلة، مش كده؟ صحيح. ما هي الحتة الجميلة اللي تقدر توصل لها؟ خلينا نعرفها بعد ناخذ اتصال. أي معنا حنان على الخط. ألو. سلام. أهلا يا حنان، صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام، مرحبا بك. شكرا، تسلم. ان شاء الله ربنا يقدر عليكم. علينا وعليك ان شاء الله يا ربي. حنان، حنان خططتي لاهدافك قبل كده وقعدتي مع نفسك وقلتي انت عندك هدف عايز تحققيه وعايز تصلي لانك تكوني انسانه ناجحه في المجتمع؟ اكيد طبعا. طبعا اصلا خططت حتنفيذي التخطيط سبب النجاح. من التخطيط سبب النجاح. التخطيط يعني سبب النجاح. يعني من غير هدف ومن غير تخطيط يعني ما بقدر اعمل اي حاجه. بعدين بخطط زي ما كان حسي بسكن ده يعني بكون خدت لي علم يعني بخطط لي حيكون العالم وقتها تكون للأسرة يعني قبل ما يكون عندي قروش يعني بخط من القروش اللي عندي في العلم دي عشان انا ما اجيبش الابيض لليوم الاسود. لو كان عيالي، لو كان عرفت لهم حاجه او اي حاجه حتى لو كان ده اللي سافروا برضه كمان تم تخطيط ساعتي تخطيط نجاحي ضمن التدريب ده. لكن تخطيطي انا بالذات يعني الحمد لله خططت تعب فيه وخططت تخطيط جميل. الحصالة الحقيقة تبدي يا حنان؟ الحصالة اللي انت بتحطي فيها القروش دي قاعد تفتحها كل كم؟ ده نوع من التخطيط بتاع الهدف انه انت محتاجه لها لحاجه معينه عايز تعملي بيها حاجه معينه ولا بس بتخليهم يتراكموا الى ان تشوفيهم وصلت انت؟ الا لما يكون عندي درس داري نشيل منها حاجه يا حاجه كده ضروريه كده حتى نفتح
يعني ما كان ارتاح طوال سمين باخد سالمين طوال. لكن تخطيطي انا تغربت في حقيقي للظروف الحادثة الحصلية. لكن الحمد لله يعني احمد وكم الوار الشاكرين يعني انا بتمنى ان اكون يعني وكمل باقي حدثي وكمل باقي قرايتي الحمد لله. ان شاء الله ربنا يديك العافية والعافية ان شاء الله. الف السلام عليك. الف السلام عليك وتحقق اهدافك. شكرا. كل اهدافك ان شاء الله محققة. شكرا لنا لاتصالك. وعجبتني عبارتها قالت التخطيط سبب النجاح وخبي قرشك الابيض ليومك الاسود. دي طريقة تفكيره من الناحية المالية انه عندها حصالة بتخط فيها القروش على اساس انها لو احتاجت في يوم من الايام تلاقي عندها مخزون كويس. قبل ما نجاوب معانا عمنا يوسف ناخذ اتصال. تفضل يا انسان. الو. للاسف عم يوسف يبدو انه الخط ما حالفه لكن يتمنى انه يتواصل معانا. هو شراكة ما بيننا وبينه من الناس الاصيلين اللي بيتصلوا علينا وبيسمعونا صوتهم بنعرف ارائهم. حقيقة انا قاعد استمتع يعني. صحيح عشان كده هو بيكون حريص يكلمك من الدامر معانا. حريص لانه اسمع صوتنا الاثنين. السبت الفات ما سمعنا صوت اخوتنا من الدامر منه سمع. فعلى كل حال كلام حنان كان كلام جميل ولكن نقدر انبه فعلا عملية التخطيط مهمة جدا جدا. وعملية التخطيط للنجاح عملية مهمة. وإذا ما خططت للنجاح فأنت خططت للفشل. صحيح. طيب في مشكلة كبيرة جدا بتواجه معظم الناس إنه القرش الأبيض لليوم الأسود. والله صراحة عدم وجود القرش ذاته وإنه وقوف الناس في نفس الحتة اللي هم فوقها هو مشكلة القرش المربوط باليوم الأسود. يمكن باقي يوم اسود يا اخي. الله يوم اسود. في نحن كتار من الناس رابطين القروش بالحاجه الكعبه. صحيح. فاذا ارتبطت القروش بالحاجه الكعبه عقلك حياخد انه القروش دي حاجه سيئه جدا جدا وفي فرص موجوده امامك الان انت ما حتكون شايفها لانه عقلك حيخدها لك محل المعلقه حيخدها لك محل الحاجه اللي ما بتلقاها. كثير تمشي تفتش لحاجه الحاجة ما بتلقاها يجي يقول لك يا اخي ما هذه قدامك عشان انت جواك عارف لانه جواك ما من مصلحتك انك تلقى الحاجة ما من مصلحتك. عقلك قلنا المرة اللي فاتت قلنا عنده مهمتين وبيشتغل بطريقتين. صحيح. مهمتين كان انه يحقق اهدافك فهدفك ويحافظ على حياتك. فاذا في اي حاجة متعلقة بحياتك فهنا طوالي حيقوم يدسها منك لانه بقى القروش سبب ألم فيديس الألم منك اللي هو حيديس الفرص بتاعت انك انت تكون انسان ناجح. فانا بتمنى انه الزول يجمع القروش لليوم الابيض. القروش حزيد ما حتحتاج انك انت تعمل سيفنج عشان تمشي المستشفى ولا كده لانه حيكون عندك كمية كبيرة جدا من القروش يعني حيكون عندك حتكون سري. فاذا ما في داعي تلم اي شيء في الدنيا دي بالمناسبة اثنين اثنين في ابيض في اسود في احمر في فوق وفي تحت في جنه وفي نار. فاي شيء في الدنيا فانت لما تربط القروش بحاجه معناته لغيت حاجه. فاذا انتبه للحته دي. يعني انا اجمع قروش لكن اخذ هدف حلو مثلا عايزه اخليها لاولادي عايزه اعمل بها مشروع لكن ما تكون الفكره الاساسيه ان انا اخذتها لانه في مرض في عيا بالضبط احنا حنصرفها في حاجه سيئه. انت حتجيب قروش اكثر من الحوجه حقت المرض حوجه حقت كده فتجيب قروش كثيره ان شاء الله. جميل. ما لم تكون ربطها بحاجه سيئه. تمام. فاذا نحن الان نتكلم عن الهدف مش كده؟ بتمنى انه استاذ حنان تلم القروش لكن لليوم الابيض ان شاء الله. تمام. طيب ننتقل للقطين مباشره. الو يا وفاء مرحبتين وصباح الخير عليك. صباح الخير عليك وصباح الخير على ضيفك وعلى الساده المعازيم العامل والمشاهدين كلهم. تسلمي كثر خيرك وصباح جميل لكل ناس القطينه. ونحن نتكلم اليوم على استراتيجيات النجاح وكيف الانسان يكون ناجح ويخطط لنجاحه باهداف معينه. والله النجاح حاجه مهمه في حياتنا والانسان ما بيغيرها. مهما الحاجه الضغوطات او التفكير الشتت في النهايه حتجي الاستراتيجيه وتجي اللي تفكر تخطط انت كيف تنجح. نعم. يعني مثلا عندك لكن في ناس بيقسم حاجة واحدة يعني زي ما بقول لك في مثل بقول لك العذر يصلح المشي. لكن إذا كان إنسان فشل لطالب في مدرسة إنه بقول له ما نجح هذا السودانية بقول لك خلا ما نجح حاول أنت ما بتدعمه بقول له أنت فاشل يعني تكون له كارثة. لكن إذا كان هو خطط أصلا داري ياسر هدفه
وبيعاملوا بتفكير بدون علاقة الناس هيجري سنتين تاني ثلاثة سنة لحد ما يقدر ينجح الحاجة اللي هو دايرة بيأثر ليها. لكن صحيح. أما الأسرة نحن بتمنى منه أن الأسرة كلها تحبس، لو كان شاب أو شابة أب أم خال عم تحبسهم على الحاجة اللي هم لنجاحهم. ولازم أي نجاح هو تكون بالمزة بدي لناس البيت حتى يبدي معناها الهدف بيحتاج المساعدة والمساندة بالتأكيد. جميل شكرا. الحاجة نحن هدفنا أساسا في الحياة نعم يقول لك الحياة كلها أهداف، إذا كانت لقروش إذا كانت يعني الحياة كلها زي ما هو في وسيلة الإنسان كيف هو يقدر يتعامل معاها، ما أنت ما تجيب من عقبة واحدة. أنا بتمنى منه من الأستاذ يقدر يقول لنا نصيحة للناس اللي بدأت من أول مرة، يعني مثلا صديق ما نجحت معاه في طباختك، زواج فشلت فيه، مدرسة فشلت، يعني تدينا نصايح للناس اللي بدأت من أول مرة يعني. إن شاء الله تسلمي وصافة، ندعمك معنويا الليلة إن شاء الله. تسلمي شكرا لاتصالك. من القطينة حنمشي عضبرة أم عبد الله. عليكم السلام ورحمه. مرحبا بك، يسعد صباحك مع عبد الله. منتظرين تليفوني دايما من السبت الفات. والله تسلم يا المصري وربنا يزيدك ان شاء الله في العلم، ونحن كل يوم بنتعلم منك الجديد. مرحبا، الله يديك العافيه. تفضلي يا عبد الله، اليوم نتحدث عن استراتيجيه النجاح، كيف تخطط لحياتك عشان تكون انسان ناجح تحقق اهدافك. انا متابعه كلام المصري المقدمه ذاته، نحن دخلتنا في مداخل جميله وتعلمنا منها كثير، يعني حتى على المداخل الغاره دي انه الواحد يكون ميت يعني ما يزود، يعني حتى في الطعام ده لو زودت الملح بيكون مهما، لو زودت السكر بيكون ما، يعني لازم الزول يكون في الوسط. النار دي ذاتها لو عملتها سخنه برضه بتبوظ لك. يعني 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 هو مقدمته في الكلام ادتنا مداخل يعني انه نستفيد منها ونستفيد من كلامه. في ناس هدفهم الدنيا ان الواحد يتعلم ويعلم اولاده ويكون متدين ويكون منال وما عنده طموح، يعني عشان في الدنيا في الاخره يعني عنده كل طموح انه يعني يكون زول يعني زول يكون متدين يكون اولاده متعلمين. في ناس هدفهم كده، في ناس هدفهم القروش. نعم دايره قروش بأي طريقه وما بتستفيد منها اصلا يعني. وفي ناس يعني زي ما قالت حنان انها تلم تخش علبه. انا بختلف في الحته دي، انا بختلف. انا مرات لما نكون انا طبعا شغاله تجاره، لكن لما نكون عندي قروش مرات بشتري بعطاري، يعني مثلا الليله اشتريتها ب 6 يعني بعد سنه بعد كده بلقاها ب 40 بحاجه زي دي. يعني القروش دي لو خدتي فيها ما عندها قيمه، بتتاكل قيمتها. صحيح. لكن لو زول تستثمر فيها حاجه مختلفه بتزيد ليك. ايوه، لو في زول ما عنده استطاعه ياخذ قطعه مثلا، ان شاء الله خدت سراير، السراير دي الليله بسعر بكره بسعر. ان شاء الله. هو محتاج لها. ايوه، يعني الواحد يستثمر يعني يشتري يخوض لليوم الاسود زي ما قال. وفي البيت ده انت ذاتك لو بقيتي مره اقتصاديه وعملتي في البيت دواجن مزرعه، يعني مثلا حدائق من البيت، حدائق زي ما بتوفري. صحيح. يعني بتوفري لي حاجه ثانيه، يعني لازم الزول يكون منتج يكون عنده هدف. انا حتى استاذ المصري عندي هدف طولته يعني حاطه في راسي لكن لسه ما عملته وان شاء الله اعمله يعني. استشري فيه استاذ يعني. عثمان ده طوالي واعمليه. ان شاء الله. والله بس انا هدفي كله، وانا طبعا يعني خشيت كان محد بتاع القصه والخياطه والهناي، لكن هدفي انه اكون عندي مكان او تطريز وخياطه وكلام مشغل. مشغل بس لسه يعني ما اتحقق لي، لكن ان شاء الله ان شاء الله ربنا يحقق لك كل احلامك يا ام عبد الله. وشاكرين لاتصالك ومداخلتك الجميله. شكرا. شكرا ليها. ان شاء الله يعني هي بتوصل بطريقه باجلتها بتخلينا اوصل، او هي بتوصل رساله جميله جدا جدا. فكلامه جميل على انه الانسان يكون مفروض عنده اهداف او يسهل حاجاته وخططه ويكون شغال فيها، ما عشان يعني يوفر بس، عشان تعيش حياه مرتاح. لانه انت اذا مشدود ما حتفكر صح. صح. عقلك اصلا اللاواعي ما بيعمل تحت الضغط، فانت لازم تكون مرتاح، يعمل بيسجيته كده. فانت لما تكون اشبعت بالهدف بتاعك، يعني اقول شنو؟ يعني جسمك كله عقلك كله حياتك كلها بقى عندك شغف بحاجه معينه، فعقلك وكلك تعمل اوتوماتيكلي عشان تصل للحاجه، ما انت ما تكون قاصد انك تعمل. فالنجاح يبقى عندك شيء طبيعي. الان معظم الناس الان قاعدين يسالوا كلام عن الانسان الناجح، ما عن النجاح لو لاحظته. دايرين يتكلموا انه الزول فشل وبعد ما يفشل حيحس يعني من اول عقبه يجيف، فدي تتعلق
بالإنسان مش كده، عن الزول الناجح. والزول الناجح عنده مواصفات، نحن دائما نتكلم عن مواصفات النجاح بنفسها. فتكلمنا عن الهدف، وإنه الهدف هو نغلي أنت عارف نفسك، عارف واضح مع نفسك إنه أنا ما عندي قروش، فما ضروري يكون عندك رأس مال. في ناس كثيرة رابطين النجاح برأس المال. ممكن الآن أنت ممكن في مصنع شغال تمشي بفكرة جديدة. ريادة الأعمال الآن هي استخدام نفس الحاجات بإضافات بسيطة عشان تحل المشكلة بتاعت فيها. ما ضروري يكون عندك قروش. نفس الكرسي الليبي بيقولوا عليه ده، جاء واحد بس عمل له كرعين بتاعت حديد، فبقت فكرة تانية. السوق الآن كله مالات فكرة، يعني بقى إنك بتبيع فكرة. فإذا جاتك الفكرة، الفكرة دي بتحل مشكلة لفئة معينة من الناس، دار توصيله لها. المرة الأولى بقى عرفنا إنه عندهم مشاكل كثيرة، ففكر بهدفك إنه الناس دي دار توصيله لها. حتظهر لك إنك تعمل شنو. الناس الآن وضعهم تعبان لأنه ما عندهم وما عندهم وما عندهم، إذن أنا أوفر لهم الحاجات دي. لسه ما أتكلم عن إنه توفير لهم بدعم شنو، أنا مفروض أوفر لهم حياة عشان تكون الحياة دي فيها مويه نظيفة، فيها جازولين، فيها كده، فيها كده. طيب بعد ذلك بصهر لك إنك توصلها كيف. فإذن ده فيما يخص الهدف. طيب أنا بقى عندي هدف، وناس كثيرة عندهم أهداف، لكن الأهداف والطموح بيناتهم في زول يكون يعني عنده طموح ودار يعمل ودار يعمل ودار يعمل، واقف في حتته لأنه ما كتب الحاجة دي، ما خط خطوات رئيسية حقيقية في إنه يبتدي. أول الواقع إنك أنت تنقل من الخيال، الحياة تبدأ في الخيال أصلا. صحيح. فكرة، يعني فكرتك، حياتك، كل الاقتراحات الموجودة بدأت في الخيال. لو ما خلاص بعدين هنعيش خيال حياتنا كلها؟ لا طبعا لا. فإذن أول الواقع هو الكتابة. طموحك اللي عندك جميل جدا جدا يوصلك لحد الطموح، بديك طاقة. ولكن هذه الطاقة قابلة لنا تنفس بأي طريقة، أي زول ممكن ينفس لك. ليه؟ لأنه أنت ما حميتها بطريقة كويسة. طموح قاعد كل يوم في خيالك بس، لازم تجد يعني تحميه بواقع حقيقي. أكتب، هتلقى انه بعد ذاك الخطط هتبتدي تنزل. اول ما كتبت بتفكر صح، اي تفكير من غير كتاب يا جماعه بيبقى فيه اشكاليه. مرات المجازفه ليها دور في الفشل؟ لا بالعكس، نحن دايرين الزول يجازف لكن تقلل المخاطر. بس قبل وفاء لما اتصلت قالت انه الزول اذا فشل مره اولى، حتى اذا كان في التعليم يمتحن مره اولى المره الثانيه، اذا هو عنده هدف انه ينجح عشان ما يدخل طب الخرطوم اكيد حيمتحن 4-5 مرات. صح، دي واحدة من الحاجات اللي قالته برضو، قالت في الزواج. ليه نحن ما نخليه يمتحن من مرة واحدة وينجح بشخصيته طب الخرطوم؟ في حاجة صعبة؟ ما في حاجة صعبة، لكن في حاجة قدر لها زول تاني. إذن واحدة من صفات الناس الناجحين، نحن نتكلم كل مرة حنجي للناس الناجحين، واحدة من صفات الناس الناجحين إنه هم بيقدروا ومن مرة واحدة يخشوا الجامعة هم دايرينها. أنا بتكلم عن جامعة خرطوم وقيرة، يخشوا الجامعة هم دايرينها. كيف؟ ده بيجينا نحن لو تسلسلنا في الحاجات دي لسه ماشيين. لما نيجي نتكلم عن الإيمان، فلما نيجي نتكلم عن الإيمان دي الدوافع الحقيقية اللي بتخلي الزول يمشي والزول يستمر في حياته. نحن الليلة في حلقة واحدة تكلمنا عن الهدف بس، ونحن لسه باقي لنا المرونة والإيمان والعمل في الحواس، والحلقة انتهت. الحلقة انتهت كده بس دي آخر نقطة. أنت من قبل واجد لي في الهدف، إنه أنا الهدف ده لسه أنا حاسس نفسي ما وديته حقيقة. يبقى نحن وأنت والسادة المشاهدين موعدين إن شاء الله بحلقة لتكملة استراتيجية النجاح في السبت المقبل بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. حننتقل من الهدف ولا حنظل في الهدف؟ حنجي للهدف ونمشي بعدين. جميل. إن شاء الله.